يلا يخرب بيت مطار. يلا ولازم يا جماعه سقفوا وتفعلوا، ما احنا مش قاعدين في عزا يعني. خلاص دي بص بص الجودة حلوة كده كده ممكن هتاخدها بالظبط، بس انت تعايش معانا فاهمني؟ هو هنبعته دلوقتي. اوكي. ولا يخرب بيت مطمك ولا ولع قلبي منك، بايت من ضحكة سنك صفيت لي ويا، ولا لما تعدي قصادك انا بتعب صفيت